الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأخواني ومن الأنبياء والمرسلين وآل بيت الطاهرين لا سيما حبيبنا محمد بن عيسى المهاجر الله سيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي ووصوله وفروعه ثم إلى روح صاحب الحضرة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان ووصوله وفروعه من الله سبحانه وتعالى يغيث المسلمين ويرحم المسلمين يفرج على المسلمين فرج العاجل واجعلنا وإياكم من القانتين المخبتين من طالب العلم على الحقيقة يا رب العالمين افتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا والفي علم اجعلنا من الدعاة المخلصين وعلى ما نويتم مع أن الله يرفع عننا وعن المسلمين البلاء والبلوى والمحن واليحن ما ظهر منها وما بطن يشفي مرضانا ومرضاكم يعافي مبتلانا ومبتلاكم يرحم موتانا وموتاكم يهدينا ويهدي ضالنا وضالكم اهدي أولادنا وبناتنا وأحبابنا ومحبينا ومن له حق علينا وإلى حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله 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 إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا لطيفا لم يزل
يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين باسم إله قادر مقتدر وقاهر لكل غاو قادر من العتاة الظالمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين وكل باغ مارد وفاجر معاند وكل طاغ حاسد من البغاة المفسدين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين به به نستنصر به به نقتدر بسيف بطشه نقهر أعدان المعاندين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين والحمد دابا سرمدا ودائما مؤبدا وليس يحصى عددا لله رب العالمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين سبحان من عز وجل بر الأمان والوجل قضى لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين نسألك رفع الوباء بسر طه المجتبى والآل أرباب العباء وصحبه المجاهدين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين والتابعين الأصفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين من ماضي وغابر كالشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين ثم الفقيه جدنا وببنيه ذخرنا علوينا علينا والقطب سقاف مكين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين وبابنه المحضار الندب ذي الأسرار حامي الحمى والجاري الغاد حتف الظالمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين والعيدروس فخرنا وشيخنا حداجنا هو غوثنا هو كنزنا وهو ملاذ اللائذين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين والشيخ أبي بكر الهمام بن سالم العطب الحسام وببني غوث الأنام والعدني حبر أمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل
بزل الطفنا والمسلمين وبابن زين أحمد هو نور كل مهتدي وجعفر در الراشد سلطان كل العارفين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين بذي اليقين العطاس بحسين النبراس وبالخليفة باراس الغاد كنز الطالبين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين بصاحب السر المصون عن الولي يا بهارون من بالخرابة مدفون ومن بها من خاملين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين وبالشجاع عمدتي غوثي غياثي عدتي ومنقذي من شدتي الباركة في القاصدين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين وبالوجيه والجمال وبالصفي ذي الكمال ومن لهم به اتصال من أهل حضرة أجمعين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين بشيخنا الحلا حلي من حل في جلاجل عمر غياث الآمل البار قطب الكاملين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين والعيدروس الذاكر في كل حال شاكر ومستقيم صابر حاوي خصال المهتدين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين وابن سميط المشتهر القطب سيدنا عمر ثم الصفي بحر الدرر قطب الدعاة الناصحين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين بسر حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأبر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه معين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين بسر شيخ الجفري عجل لنا باليسر والفتح ثم النصر آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين وعترة الباري الكرام وخص سيدنا الإمام عبد الله العالي المقام وأهل المخرج أجمعين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين وكل من في قطرنا من كل بر محسنا وسائر أسلافنا نسل الحسن والحسين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين وبالعمود يا الإمام أولاده الغر الكرام ممن حوى ذاك المقام من كل قيد ومن مكين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين بحضرة القوم الليوث ووعدها يوم الثلوث بها انتفت عنا المغوث من حين ناجي القاصدين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين الشيخ ذي حاز العلا وارتاح فيها وامتلى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين الشافعي مذهبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى ببا سودان بين العالمين يا لطيفا لم يزل لطفنا
لطفنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين. عين العناية ذو الفطن ساقي كوسات المنن، أحيا الطريقة والسنن فاتح رتاج الطالبين. يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين. شيخ الشيوخ الجامع ذي حل قرب الجامع سالك به يا سامعي بالطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين. وابنه محمد ذي خلف وحاز أوصاف السلف، وكان في القرية ملف ومنفعه للطالبين. يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين. هذاك هو شمس الشموس ذي سبرت منه الدروس، جزاه في الجنة غروس وانهار زعفه لليمين. يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين. بهم بهم يا ربي آمين يا الله، سألك تفرج كربي آمين يا الله، أنت إلهي حسبي آمين يا الله، على البغاة الكائدين آمين يا الله، عجل برفع ما نزل آمين يا الله، إنك لطيف لم تزل آمين يا الله، من غيرك عز وجل آمين يا الله، ولطيف بالعالمين آمين يا الله، ربك فينا شر العداء آمين يا الله، وخذهم وبددا آمين يا الله، واجعلهم لنا فدا آمين يا الله، وعبرة للناظرين آمين يا الله، يا ربي شتت شملهم آمين يا الله، يا ربي فرق جمعهم آمين يا الله، يا ربي قلل عدهم آمين يا الله، واجعلهم في الغابرين آمين يا الله، ولا تبلغهم مراد آمين يا الله، ونارهم تصبح رماد آمين يا الله، بكافة يا عين صاد آمين يا الله، بالحال ولو خائبين آمين يا الله، وشر كل ماكري آمين يا الله، وخائن وغادري آمين يا الله، وعائن وساحري آمين يا الله، وشر كل المذيين آمين يا الله، من معتد وغاصب آمين يا الله، ومفتر وكاذب آمين يا الله، وفاجر وعايب آمين يا الله، وحاسد والشامتين آمين يا الله، يا ربنا يا ربنا آمين يا الله، يا ذا البهاء وذا السناء آمين يا الله، وذا العطاء وذا الغنى آمين يا الله، أنت مجيب السائلين آمين يا الله، يسر لنا أمورنا آمين يا الله، واشرح لنا صدورنا آمين يا الله، واستر لنا عيوبنا آمين يا الله، فأنت بالستر قمين آمين يا الله، واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله، وكل ذنب عندنا آمين يا الله، ممنون بتوبة لنا آمين يا الله، أنت حبيب التائبين آمين يا الله، بجاه سيدنا الرسول آمين يا
الله والحسنين والبتول آمين يا الله والمرتضى أبي الفحول آمين يا الله وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام آمين يا الله على النبي خير الأنام آمين يا الله وآله الغر الكرام آمين يا الله وصحبه والتابعين آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاك يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاك وعافنا يا إلهي من نوازل بلاك يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاك وهب لنا الخير كله واهدنا بهداك يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاك ونستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاك يا صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاك ننال كل المطالب كلها في رضاك يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاك يا ربي يا ربي هب لي في رجا من رجاك يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاك واصدق يقيني وثبتني ثبات أولياك يا أرحم الراحمين
لطفنا في قضاء. واقبل دعائي وقربني مع من دعاك ارحم الراحمين لطفنا في قضاء. وغذي روحي بذكرك واحميني بحماك ارحم الراحمين لطفنا في قضاء. احب كلي وحبب لي محبة لقاك يا ارحم الراحمين الطف بنا في قضاء. فانت حسبي وعوني واشفني بشفاك يا ارحم الراحمين الطف بنا في قضاء. قلبي وقلبي والبسني لباس ادقياك يا ارحم الراحمين الطف بنا في قضاء. استغفر الله غفرانك لمن قد عصاك يا ارحم الراحمين الطف بنا في قضاء. وصلي ربي وسلم ما نزل مذنوبك يا ارحم الراحمين الطف بنا في قضاء. على النبي المصطفى المحمود خاتم انبياك يا ارحم الراحمين الطف بنا في قضاء. والآل والصحب والحقني بحزب الصياد يا ارحم الراحمين الطف بنا في قضاء. يا امان الخائفين نجنا مما نخاف يا امان الخائفين نجنا مما نخاف. يا ولي الصالحين كن موالينا وكاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. يا جليس الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. يا مجيب السائلين رف بنا واغفر وعاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. نستعينك يا معين شوف بها احسن شفاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. هب لنا فتحا مبين جاء بالنصر مواف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. واكفي شر المؤذين اكفهم عنا وكاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. والعدات الظالمين حتهم حتى التلاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. شرهم فيهم مبين منهم وفيهم يضاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. خاسرين مدبرين في شفا جرف هياف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. مرتدين هالكين ذهبوا في الانصراف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. والطغاة الباغين اكفهم يا خير كاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. حسبنا الله المعين هو لا خلاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. وكفى المتوكلين كل شر من مخاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. هو رب العالمين وإليه الانعطاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. كهفنا الحصن الحصين من سواه ما نخاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. وصلاة كل حين وسلام الله يا من الخائفين نجينا مما نخاف. تبلغ الهادي الأمين وله أصحاب العفاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف. ختمها للمسلمين المساكين الضعاف
العاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف غارة الله المتين هو بهم أرحم وراف يا من الخائفين نجنا مما نخاف بنى أقرع الباب و يعطي جميع الأمال يعطي جميع الأمال حاشا جزيل العطاء نرجع والأيدي خالية نرجع والأيدي خالية سبحان ربي وجل سبحان ربي وجل جوده وفضله شمال يا صحابنا البرية يا صحابنا البرية شو ما لجوده مثال شو ما لجوده مثال بنى أطلب الله لي من الله إليه شاكيا من الله إليه شاكيا يصلح جميع الأعمال يصلح جميع الأعمال عسى بجاه النبي نظفر بشربه هنيا نظفر بشربه هنيا فيها شفاء للعلال فيها شفاء للعلال نمشي على منهج تقوى مع صدق نية التقوى مع صدق نية في سعف كم من بطال في سعف كم من بطال نذوق ما ذاقها أهل المعرفة والمزية المعرفة والمزية وكل عارف وصال وكل عارف وصال بلعنا رب قفاس كلنا الجنان العالية الجنان العالية ندخل كما من دخل ندخل كما من دخل ومن عذلنا وحال
عقل خبال يصيب عقل خبال ما نمدح إلا النبي هو كنزنا والخبية هو كنزنا والخبية وعدنا له محال وعدنا له محال ما نمدح إلا النبي هو كنزنا والخبية هو كنزنا والخبية وعندنا له محال وعندنا له محال والفين صلوا على مختار خير البرية مختار خير البرية ما ثغر جوده همال ما ثغر جوده همال مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله يا سادتي غارة في الحال بدارة ما في الكبد مراه الله 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 مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله قوموا معي قوما والقوا الذي روما كله مدى نومه يجي بعون الله مشايخ الحضره عسى لنا نظره بجاه الله يمحو الذنوب الله كفى كفى ما بداو لاصوابي في الحال يا مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله كونوا لنا نصرة في السيف والقدرة وكل ما نقرأ حشوه شيء لله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله يقدمهم جبريل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل في الذكر جل الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو الذنوب
المصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابنه الباقر والكل حزب الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة يمحو الذنوب الله حسب بهم حسبهم صفوة الرب بالفضل والقرب والكل شيء لله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة يمحو الذنوب الله وصل وسلم دوب على النبي المحبوب فيحصل المطلوب اجمع بفضل الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه لله يمحو الذنوب الله يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كله زلل يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة وبجاه والد فاطمة نسألك حسن الخاتمة يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة وبجاه والد فاطمة نسألك حسن الخاتمة يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة وبجاه والد فاطمة نسألك حسن الخاتمة يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويدخلنا في شفاعتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويميتنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اهدنا نعبد وإليك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله وسيدنا علوي وسيدنا محمد وسيدنا علوي وسيدنا علي خالع قسم وسيدنا محمد صاحب مرباط وسيدنا علي والد الفقيه وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علوي عم الفقيه وابنه أحمد وساداتنا علي وعلوي ابني الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد بن علي مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السقاف وإخوانه
والشيخ أبي بكر السكران والشيخ عمر المحضار وإخوانهما والشيخ عبد الله العيدروس وأولاده أبي بكر العدني وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر وابني عبد الرحمن بن علي وابن أحمد شهاب الدين والشيخين محمد جمل الليل ومحمد مولى عيدين وسيدنا أبي بكر بن عبد الله باشميلة ومحمد بن عبد الله وسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المحضار وسيدنا أبي بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس والحبيب أحمد بن عيدروس العيدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور ابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي والحبيب محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب صالح بن محمد مولى الدويلة والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي والحبيب أبو بكر عطاس الحبشي والحبيب أحمد مشهور بن طال الحداد وجميع ساداتنا الأبي علوي والشيخ سعيد العمودي والشيخ علي باراز والشيخ سالم بن فضل بافضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي مدحج والشيخ عبد الله بن أحمد بسودان ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا ووالدي الحاضرين وأولادنا وأهلينا ومشايخنا ومعلمينا وكاتب الحضرة والدي وجميع المسلمين إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والطعام الكرام ومن جاء منه خيرا وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين إن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. الفاتحة. ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب إن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنية مرية نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفي نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في رعاته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبأسلافنا الصالحين وإن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويعم بركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين يتقبلها منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله في خير ولطف وعافية. الفاتحة. وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك تعليم غير الموضوع عليهم ولا الضالين آمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القدر المكين يا رحم الضعف والمساكين قوي برضاك ضعفنا واغفر ذنبنا وكلنا ولا تكن علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.